اعلموا أنه يربطنا بكم العلم والسنة. أي نعم، لا تربطنا بكم رغبة ولا رهبة، ولا يربطنا بكم طمع في مال، ولا عندكم جاه تعطونا ولا عندنا جاه نعطيكم. يربطنا بكم العلم والسنة والخلق الحميد والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل، هذا الذي نرتبط به جميعا. ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى، وأن يدفع عنا الفتن.